بس انا جدي ما قاليش كده، انا جدي قال لي ان ال 3000 جنيه اللي هتقبضيهم على الجمعيات اللي هعملها، على الاوفر تايم اللي هشتغله، احط القرش على القرش واتجوز الراجل اللي انا عايزاه. اهو كل واحد حر في جده بقى. لا على رايك. على فكره غلاب قال لي انك مش مرتبطه. لا انا قلت على حسب، ما ريحتوش يعني. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. انا ماليش ملكه على جسمي زيت. وبعدين على راي الاغنيه اللي بتقول اللي راح 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 مع السلامه يا فلوس. هي وجهه نظر برضه. لا مش وجهه نظر انا، دي وجهه نظر عمرو سعد. طب وانت بقى وجهه نظرك ايه؟ وجهه نظري ايه؟ يعني انت مثلا لما نتجوز وتورث من جدك مش هتحب، واللي هتحبها دي مش هتتجوزها، وساعتها اكيد هتطلقنا. طب مش جايز بقى احبك انت؟ اعتبره وعد. انت وشطارتك بقى. شطارتي ايه الثقه دي؟ مش جايز انا اصلا ما اقدرش احبك. نعم ايوه اهو اهو، شوف علي حسك كمان، خدعني بعينيك الخضر دول وهم وراهم ثعبان. اللي انت ما سالتنيش يعني انا حورس كام. مش فارقه. 30 مليون جنيه غير الاوتيل ده كله. طب مش تقول لي قبل ما احط دي على دي، ده مجهود على فكره. طب انا كنت عايز اريحك. بقول لك ايه، المأذون جه ولا اخطف رجلي جري اجيبه واجي؟ لا لا ما تعبش نفسك، انا حليم. اتفقنا. يا خراب. هسيبك ساعه تفكري وتردي عليا، وشوفي بقى طلباتك ايه في المهر والشبكه والتفاصيل دي كلها. انا حاسس كده ان احنا هنتفق. هعدي عليكي في الشاليه كمان شويه. فارس ايه ده؟ معقول؟ يا نهار ابيض على الحلاوه والجمال. يا بخت اللي احنا من بخته. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. إسراء، الكلام اللي سمعته ده حقيقة؟ كلام إيه؟ أنت هتتجوزي فارس؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مين قالك كده؟ مش مهم مين اللي قالي كده، المهم حقيقة ولا مش حقيقة؟ لا طبعًا مش حقيقة، يا ابني 100 مرة أقولك افهم بقى. تعال. لا مش عايز. أها أمجد. خدي. لا يا شيخة. أيوه. إيه ده؟ لا يكون فارس. فارس طب ما يجي عادي. يجي عادي ازاي؟ لا مش هينفع، لازم تستخبى طبعا. طب خش تحت السرير. لا لا ورا الاباجوره دي. يا رفيع استخبى في الحمام. الحمام؟ ايوه الحمام. يلا خش الحمام بسرعه. ايوه خش يا ابني بقى. فارس فارس يلا. مساء الخير. ممكن دقيقتين؟ اتفضل اتفضل. مش ممكن، ليه الوحيد اللي انا عايزاه يجي مش بيجي؟ كل الممنوع مرغوب. هو مين ده اللي كنت عايزاه يجي؟ مش عارف. لا ما فيش حضرتك. اتفضل يا متر، اهلا بيك. كان بلغني فارس ان كنتوا خلاص قربتوا تتفقوا. يعني والله على حسب. على حسب؟ اه. قصدك ليه؟ يعني عشان الحمامات ليها، قصدي الحيطان ليها ودان. يعني نقول الف مبروك للحيطان، الف مبروك لحضرتك يعني. يعني برضه والله على حسب، يا الف مبروك، يلا يبارك فيك. وانت مش نازل عليكي غير على حسب. على حسب من ساعه ما شفتك في ايه؟ طب اصل هو فارس بصراحه قال لي انا هسيبك تفكري في الحاجات اللي انت عايزاها، يعني في الشبكه، المهر، البدلات، الحوافز، الحواجز. بدلات وحوافز ايه؟ مش المفروض ان هو هيتجوز الموظفه عنده؟ صح صح. والله بص انا بعد تفكير عميق ومجيتك عندي هنا دي على راسي من فوق، فكرت ان انا اعملها له باكج كده على بعضها، ان شاء الله تبقى 5 مليون جنيه. 5 مليون؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ 5 مليون جنيه؟ يا عم وطي صوتك. كتير قوي 5 مليون جنيه. يا حاج في انت هتدفع من جيبك. الله. بس يعني. كتير على مين؟ ما اذا كان هو هيورث 30 مليون، انا هاخد 5 هيبقى له 25. الحكايه كده. بس كان ليا رجاء عندك، طلب كده صغنن. اتفضل. ممكن انت تبقى تبلغه بالموضوع ده عشان انا كأنثى من داخلي يعني اتحرج ان انا اقول له. حرجي؟ خجوله. باين عليكي خجوله من ساعه ما شفتك. هبلغه بس انا متاكد انه مش هيوافق. ما تقاطعش. بعد اذنك يا خجوله. اتفضل. لا خجوله حقيقي. بتسوق على الخجل. يا فارس. يا فارس.
إسراء! خرب بيتك! إيه؟ أنت لسه هنا بتعمل إيه أنت؟ مش هسيبك أبداً! إيه ده في إيه؟ قولي لي إسراء! إيه؟ هو فارس كان عايز منك إيه؟ يا ابني أنت كمان غبي! ما كانش فارس اللي هنا! ده كان المتر بتاعه! غلاب؟ أيوة! أنت بتستغرب ليه كل مرة؟ أنت عليك إقبال غريب قوي! أمجد في إيه؟ الله مش أنا حكيت لك الحكاية يا حبيبي! أيوة مين فيهم اللي عايز يتجوزك؟ يا تعال ما أقول لك! تاني؟ أيوة! أهو! ده غير مش رحمة! إسراء قولي لي تاني! يا إسرائيل! مش معقولة! شفت بقى! على طول ظلمني كده! يا إسراء! I love you! Kiss me! 5 مليون جنيه؟ انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي طالبهم ولا اسراء؟ اصل 5 مليون ده كتير قوي. اهدى يا فارس الله يخليك لا يجيلك ذبحه، هنضطر نسافر بره نعالجك، هيطير منك 2 3. يا عم فل الله ولا فالك، اعمل لك ايه؟ ما انت اللي جايب لي عروسه طماعه. لا يا حبيبي انا جايب لك قطه مغمضه، انت اللي طمعتها فيك. ازاي يعني؟ ما انت لا اله لازم اتجوز عشان اورث. يعني غلطتي ان انا ما كدبتش عليها؟ اهي الغلطه دي هتخليك ما تعرفش تعيش يا حلو. طب وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحاول انا كده افصلها كده اخليهم 3-4 مليون بنهايه الخدمه. نهايه الخدمه المؤخر يعني؟ لا 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 بص، هو كله على بعضه كده 1 مليون جنيه. حلو قوي، يبقى تبلغها انت. استنى بس، انت رايح فين؟ رايح اعصابي في اوتيل قريب من هنا. اوتيل ما يكونش صاحبه مضطر يتجوز عشان يورث. غلاب ايه، عايز تيجي معايا؟ لا بص، نظرا لضيق الوقت يعني اوكي، انا هديها 2 مليون جنيه. انا لو قلت لها كده هتغزني بالمطوه، يبقى اقول لها أبلغ وأنا هخف. أنا ما كنتش فاكرة إن أنت كده خالص، مالك خايف كده ومتوتر وقلقان؟ مش خايف ولا حاجة، أنا بس مستغرب. مستغرب من إيه؟ مش عايز تتجوز واحدة بتشيش؟ بعدين بقالك نص ساعة واقف قدامي ما قلتش جملة مفيدة على بعضها. ما تخافش مش هاكل. طب الحمد لله، طمنتيني انك مش هتاكليني. لا ما تقلقش، انا فيجيتيريان. صباح الفل يا معلمه. اهلا اهلا. انا رشيت قدام باب الاوتيل عشان ربنا يكرمنا بقى. ايه يلا اللي انت بتهببه ده؟ مكرصلها. والفرنساوي انا ما بياكلش عيش الكلام ده. رص عادل. ها حاضر. رص الفحم عادل. اليوم اللي سرفس فيه على زمايلي. يا لهوي، غور يلا غور من وشي. تعملي فيا ايه يا دنيا؟ تعالى تعالى هنا. ايه ليه يا دنيا؟ الدنيا ما ادتكش حاجه ولا اي حاجه؟ طب خد دي. شكرا يا دنيا. سيبك منه الواد ده، بعدين انا حاسه كده ان انت جاي لي بالتيشيرت البنك الجميل ده عشان خاطر تفاصيلني في موضوع المبلغ اللي طلبته منك تحت الحساب. تحت الحساب؟ هو انت ناويه تاخدي مني فلوس تاني بعد الجواز؟ يا سلام، مش هبقى مراتك ولا مش ناوي تصرف عليا؟ بصي يا اسراء، انا مش هديكي غير 1 مليون جنيه. انت بتستر لي بايدك وانت بتتكلم؟ بذمتك مش مكسوف على دمك؟ وكسف من ايه؟ انت كان اخرك اديكي شهر مقدم وما اديتهولكيش كمان. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. طب خلاص يا اسراء، انا هزودك نص كمان. طب عشان خاطرك انت هاخد 3 مليون جنيه بس. طب والضرايب؟ ضرايب؟ يا نهارك اسود، انت عايز تخصم من عروستك الضرايب؟ ما تخصم بالمره القيمه المضافه. لا ما هي مضافه لوحدها. انت تهويلي على الولعه بقى. اهويلك طبعا. خلاص يا اسراء، هديكي 3 مليون جنيه. وهتديهم لي امتى؟ بعد الجواز. نعم بعد الجواز. ايه يا حبيبي، وانا ايش ضمني؟ ما انا هبقى جوزك. مش مبرر على فكره. الله، مش يمكن تخلع مني وتطلقني؟ خلاص هكتب لك زفت ب 3 مليون جنيه. لا، هتكتب لي 3 شيكات، كل شيك بمليون عشان يبقوا 3 قواضي، وكل قضيه ب3 سنين سجن. 3 سلامات يا وحشني. ب3 شيكات. شفت؟ الدنيا لفت بيك واضطريت تلجأ لي عشان اعالجك نفسيا. للأسف، تخيل؟ ما هو ده اللي تعبني. كفاية دعابة. قولي إيه اللي حصل؟ مش عارف أبيع الأوتيل. وشكلي كده هبيع نفسي، يعني هتنايل. فارس، أنت هتتجوز؟ ياه يا فارس، انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي اني هشوفك عريس وفي الكوشه قبل ما ربنا ياخد اجلي. حبيبي يا فارس، مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. عامل لك ايه؟ ما انت بتتكلم زي امي، ويا ريتها جوازها عدله. ده انا لسه ما سددتش الشيكات بتاعت الضرايب، وهي طالبه مني شيكات للمؤخر وللمهر. يا ساتر، مين البنت الطماعه دي؟
على فكرة دي بات جيرل. فعلا نوتي بس مش لاقي غيرها. مين؟ جرسونة عندنا اسمها إسراء. نعم؟ إسراء؟ إسراء دي خطي خطي هاتشي خطي إيه؟ أنت هتستهبل؟ أنا أقصد إسراء دي خطيرة خطيرة جدا. إيه ده؟ وأنت تعرفها؟ آه يعني بسمع عنها كلام مش ولا بد هنا. الغلاب ده شكله هيجوزني رئيسة عصابة. لا ما تقوليش. غلاب اللي عامل الجوازة دي؟ هو في غيره؟ غلاب اللي جايب المصايب كلها؟ أنا عايز أعرف أنت سايبه ليه لحد دلوقتي؟ ما ترفدوا يا أخي ولا تعلقوا على شجرة ولا أي حاجة من الحاجات دي. إزاي؟ وبعدين حد يعمل في حضرتك كده؟ حضرتك رمز للطيبة والنقاء والعطاء. الدرجة دي زعلان عليا؟ لا عليا. إيه؟ قصدي علينا. إيه؟ قصدي على حد أنت ما تعرفوش. وبعدين يعني يا مستر فارس حضرتك صاحب الفندق اللي أنينا وبناكل من وراه عيش يا باشا. على فكرة أنت أوفر قوي. عموما بقى أدعي لي إن الجوازة دي تعدي على خير. فارس أنت عايز تتجوزها بجد؟ يا ابني بقول لك ما قداميش غيرها. إزاي هتوافق تتجوزك وهي أصلا مخ إيه؟ مخلولة. إيه؟ مختولة. إيه؟ مفتولة. مخبولة. هي مخبولة في مخها، مخبولة كده. مخبولة عشان هتتجوزني؟ ما انت كنت بتتكلم كويس يا مستر فارس. انا عايز اعرف هي ازاي هتوافق تتجوزك السفله المتاحه الرخيصه بعد ما عرفت ان حضرتك هتاخدها مصلحه وهتبقى مروحه. فهمني. بص بقى، خد بقى من اخوك الكبير، لو عايز تعرف الحقيقه تعرف الدنيا ماشيه ازاي. الجواز كله مصالح، والدنيا عموما عباره عن مصالح. دنيا مصالح يا سي صالح، شوف مصلحتك. ايه البرنامج الاذاعي اللي انا قاعد فيه ده؟ مستر فارس اسمعني كويس قوي، الجوازة دي لا يمكن تتم. ايه؟ ايوه، الجوازة دي لا يمكن تتم. جواز إسراء من فارس باطل. جواز إسراء من فارس باطل. دواءه فيه سم باطل. باطل. ايه الفيلم العربي اللي انا عايش فيه ده؟ ايه؟ قست الفستان؟ قسته، بس محتاج شوية تقفيز. تقفيز ايه؟ محتاجة سمكة بعرض متر وسمكة هنا بعرض متر. تلاقي ايش هودي الخياطة في الهاوس كيبنج. ايه ده؟ انت لحقتوا جبتوه امتى؟ احنا حاجزينه من شهر اهو المأذون. طب على الله بقى صاحبك ما يرجعش في كلامه وما يدينيش الشيكات. لا هيمضي غصب عنه، بس اوعي تنسى العموله اللي اتفقنا عليها. والله ما فاهم حاجه، اروح الحقه الاحسن ينتحر قبل ما يتجوزك. امجد قال لي قلبي لك، قال لي عمري لك، بهاء سلطان قال لي انا هقتلك. ايه ده؟ مين ده؟ هتتجوزيني يا اسراء؟ هو مين بس؟ ايه ده؟ فارس يا هانم، هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ اهو اديك قلتها بعد من لسانك. يعني انت خطيبي، وبعدين مشيت اللي قلت من الاول ان انا ما اعرفش حد ان انا مخطوبه ليك، وحتى بالامر لما قلت لك ليه نخبي حبنا، فاكر ولا لا؟ ايوه انا فاكر. طيب يبقى ازاي بقى هتجوزوه؟ بس هو هيتبلى عليك يا هانم. هو قال ان انت مضيتي على شيكات. يا نهار اسود، لا مفيش الكلام ده. بس الشوكه والسكينه دول كده. ده في ايه؟ شايفني طبق سجق؟ تعالى اقول لك اللي حصل. اقطعك. لا ما تقلقش. بس بغير من ودني، قولي تاني بس بالراحه. يا ابني حاول تسمعني. لا يا شيخة. لا يا شيخة، أنا بقولك اللي حصل. إسراء قولي لي تاني. يا معقولة الموضوع كده؟ أيوة أنا ظلمتك. شفت بقى إسراء. I love you. I hate you. الله، فوتبول. ايه ده؟ ده في لعيب مصاب هنا. ايه يا دكتور امجد انت فين؟ انا قايب عليك الدنيا كلها. انت بتعمل ايه؟ ده مفيش كوره اصلا. تعالى بس، تعالى انزل لي فورا يا سعيد. وليك نفس؟ يا سيدي هيبقى لا شغل ولا لعب. بقولك يا سعيد، انزل لي فورا بس على فلوس، انا سفاح. انا احب الفلوس مع اني ما بشوفهاش. وانا بموت في الفلوس وما بمسكهاش. بقول لك يا سعادة، لو لقيت حد معاه فلوس قول لي ادينا. لقيت. ايه؟ مين؟ انت. انا؟ انا؟ يخرب
يخرب بيتك بتضحكني. لقيت معايا حاجه تهمك قوي قوي قوي، بس كله بتمن. تهمني اكيد الكوره. لا سيبك من الكوره، حاجه اهم. حاجه اهم ليا انا؟ يا الكتيب يا السماعه، والاثنين انا سايبهم في المكتب يا لئيم. دكتور امجد، انا عايزك تصحصح كده وتفوق معايا. انا عرفت كل حاجه، بس اطمن سرك في بير سعيد. بس تطلع لي شويه ميه من البير. لا احترم نفسك، احترم نفسك يا سعيد. مش عشان رفعت الحواجز تقوم ترفع لي الحواجب. انا ما حدش يتكلم معايا بالطريقه دي. انا دكتور امجد. امجد يمرض لكن لا يموت. اتكلم معايا كويس. طب يا دكتور امجد، مش عايز توشوشني حاجه في ودني دي؟ يا سعيد بقى ما تستغلش حبي ليك يا اخي. انت صحيح اخويا، بس انا ما عنديش حاجه اقولها لك. ولا عايز تقول لي حاجه في ودني دي؟ سعيد ارجع لورا، ارجع لورا، لاني بدات افهمك بشكل مش كويس. لا انا اللي بدات افهمك صح. بكره تندم يا جميل. الكوره عرف ازاي الواد ده ذكي قوي؟ يعني ايه انا هفضل قاعده كده لغايه ما يتنين لي اتجوزها؟ فريده الحمد لله لقيتك. ابعد عن وش السعاده، انا مش طايقه نفسي. خلاص مالكيش في الطيب نصيب. استنى، تقصد ايه؟ معايا ليكي فيديو حياه او موت بالنسبه لك. قولي. هسيبك تتفرج عليه براحتك، بس بعد ما تديني حقي، اصله مكلفني كتير قوي. عيب عليك يا سعاده، انا عمري كلت فلوس عليك يا ولا. هو انت بتعملي حاجه غير ان انت بتاكلي عليا الفلوس؟ طيب ادونا اتفرج عليه عشان اقدره لك. امري لله، مشكلتي اني طيب وعلى نياتي وبصدقكم قوي. هتتجوزي ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ اهو ايه ده؟ انت كل ده بعد من لسانك. البنت دي مخطوبه الامجد وكانت مخبيه على الفندق كله. امال كانت هتتجوز فارس ازاي؟ شوفيها قالت الامجد. بتوشوشه؟ انت مش مسجل الوشوشه؟ هو انا هسجلها ازاي ان شاء الله؟ ثم انا ما بتدخلش في اللي ماليش فيه. لا قوي. انت هتقول لي انا هعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا عايز اعرف هم ناويين على ايه. انا ماليش دعوه، انا قلت لك على اهم معلومه. معلومه ناقصه، معلومه ناقصه. انت بتعملي ايه؟ بعت الفيديو. كل ده عشان ما تدينيش حقي؟ كسر حقك. راحه فين؟ حسك عينك وقول لحد ان انت اديتني الفيديو ده بيموتك. طب اعمل انا يا ربي مع الناس دي؟ حرام عليكم يا ناس، انا حاسس ان انا بقيت مدمن فلوس والله لا مقلبهم في اي حاجه. ايوه خلاص، بعتولي فستان الفرح على الاوضه، هخلص حجر الشيشه اللي في ايدي واقوم اقيسه. سلام. في عروسه في الدنيا بتشيش ليله فرحها؟ قلتم ما انت دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. في مقولة تانية بتقول ان رقبتك في ايدي، فنتكلم كويس. ايه ده؟ معلش فكرني بنفسك. انا مستر ادهم من ريسبشن، ونحط تحت مستر 3 خط، ها، عشان عايزك في موضوع مهم يخصك يا اسراء. ايه؟ تكونش مزنوق في جوازها انت كمان؟ انا فعلا مزنوق، بس في جوازها تانية. مش فاهمة، انجز وقول. هفهمك. سعيد البرمن كشفك يا اسراء، وعرف ان انت مخطوبة لامجد. امجد مين؟ امجد مين؟ فقدت الذاكره دلوقتي؟ امجد الدكتور شغال في الاوتيل، واتفق معاكي تيجي تشتغلي هنا بشرط ان انت ما تقوليش حد ان انت خطيبته. لا معلش فكرني بيه اكتر. افكرك بتاع لا 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 يا اوتيل. افتكرتي كده؟ اللي بيقول اي لاف يو. ايوه هو ده هو ده هو. لا مش فاكراه الصراحه. احنا هنستعبط. انا مش فاهمه انت عايز ايه. سعيد سجل لك صوت وصوره انت وهو وب 10 جنيه مش ياخدها، حد بس يعشمه هيفضحك في الاوتيل والغردقه، ومش بعيد الموضوع يوصل الجونه. كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. يا ستي ركزي معايا، مفيش وقت. فريده زميلتي في الاوتيل معاها نسخه من الفيديو، واكيد هتضربك اسمين عشان تبوظ الجواز عند مستر فارس. دوم دوم اس اس، تاخد كام وتديني اصل الفيديو؟ حبيب قلبي ماما انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ انا عايز فريده. نعم افهمك الموضوع. انت لو بلاها امجد وهتخلصي فارس يبقى توكلي على الله، الحقي مستر فارس عشان كمان انا الحق فريده واتجوزها. فابوس ايدك اتدقلجي اتشقلبي وسيبك من الشيشه دي عشان مضره بالصحه، وروحي لمستر فارس خلصي معاه. ما انت شطوره اهو، ما تعمل انت الحاجات دي. ما انا لو متنيه كنت عارف اعمل حاجه، ما كنتش جبت كل ده كده تعملي حاجه. طب خلاص ماشي هعمل كده. عيني ماما سيبي الشيشه، هخلص اخر بق واقوم. اخر بق؟ ايوه. ايه ده انت بتضربي في شرم على الشيشه؟ قومي يا اسراء.
حاضر يا إسراء، حاضر يا ستي، هجيب لك الحرنكش. ايه؟ هنزل اجيبه لك من داون تاون، ممكن الاقي معاني الغداء ما فيش حاجه زي دي. حاضر حاضر، سلام يا شقيه. عايز اتسربك من اوتيل عشان ما تلحقش الجوازه. جوازه ايه؟ جوازتها على فارس. نعم؟ فارس؟ فارس لازم يتجوز بسرعه، هو ما قدموش غير اسراء. سعيد انت اكيد، انت اكيد فاهم غلط، الموضوع غلط تماما. انت اكيد تقصد اسراء تانية خالص. اسراء، انت اسراء اللي هي انا، اسراء، اسراء الجرسونيره، قصدي اسراء الجرسونه. انت هتستعبط، انا عرفت ان اسراء خطيبتك. ايه؟ ده اكيد اشاعات، وبعدين انت عارف الاشاعات بتطلع كتير جدا على المشاهير والشخصيات العامه وكده. سعيد، هو انت عرفت منين؟ معايا فيديو. ايه؟ مين الشخص الخسيس الجبان اللي ممكن يكون صور فيديو زي ده؟ انا هجيبه. لا انا اللي صورته. اسيبه. سعيد، سعيد انت صورتنا ازاي؟ صورتنا من انهي زاويه بالظبط؟ صورتكم وهي بتوشوشك في ودانك، وجيت لك ووضحت لك وقلت لك مش عايز توشوشني في ودني دي وتقول لي حاجه او تعرفتي حاجه في ودني دي، وانت ما شفتنيش. لا لا ازاي يا سعيد، بالعكس انا شايفك طول النهار رايح جاي في الفندق، رايح جاي. طب يعني من الاخر كده هتشوفني ولا اشوف غيرك؟ سعيد صدقني انا شايفك كويس، يمكن مثلا العدسات تعباني شويه. صحصح معايا يا دكتور. صحصح؟ اهو يا سيدي اهو. دكتور انا عايز فلوس يا دكتور. ها؟ ياه، حاسس ان نظري رجع لي فجأة. قد ايه؟ قد ايه انا شايف ان السما صافية وجميلة يا ابن اللذينة. ترى صور ايه؟ من انهي زاوية؟ هتتجوزيه ازاي؟ الفيديو ده خطير جدا. اهو ادي كل ده. ايه رأيك بقى؟ برافو عليك يا سعيد. انت فاكرني ببيت دي عشان اسلم عليك؟ انا عايز عمولتي تمن الفيديو العالمي اللي انا صورته. قول لي في الاول يا سعيد، فارس شاف الفيديو ده؟ معنى كده ان مستر فارس ما يعرفش ان البنت دي مخطوبه للدكتور امجد؟ طبعا ما يعرفش. ولو عرف هيخلع من الجوازه، ويصعب عليه امجد زي ما صعب عليه ادهم وساب له فريده وما رضيش يتجوزها. انت يا ابني شغال بيلمن ولا محلل نفسي؟ هتديني كام عشان ما بلغش مستر فارس وتبوظ الجوازه وتضيع عليك عمولتك؟ اوبا، ابتزاز. عارف عقوبة ابتزاز محامي في اوقات العمل الرسمية ايه يا سعيد؟ طبعا عارف، ابتزاز. وعلى فكرة بقى، انا ليا في الكاشات مش في الشيكات. هديك اللي انت عايزه يا سعيد، بس انسى الفيديو ده خالص، خلينا نلحق الجوازة اللي حلتنا. راح فين؟ الموبايل بتاعي. لا انسى الموبايل ده كمان يا سعيد، معلش عشان خاطر، معلش معلش. هو يعني لا فلوس ولا احترام؟ استاذ غلاب، ايه ده؟ انت كنت ماشية؟ افتكرتك مش جاي. لا خلاص، اعتبر نفسك ما شفتنيش. ايه ده؟ انت فاكر نفسك هترجع في كلامك معايا ولا ايه؟ تصدقي؟ حتى دي مش هقدر عليها. انا مش فاهمه انت خايف قوي ليه كده؟ الله، انا بقتش عارف انا خايف من ايه ولا من ايه ولا من ايه. اتفضلي، الشيكات بتاعتك هي اللي انت طلبتيها. يا حبيبي الحقي، ايه بتقول له يا حبيبي؟ امسك نفسك، لسه اللي جاي بلاس 18 يا روحي. هقتلهم. خلاص رضيتي عني؟ طبعا. واوعى تحط في دماغك انك انت تربط موضوع الشيكات بجواز. لا 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 سمح الله. امال ربطتيه بايه بقى؟ بسعر اللحمه النهارده؟ ربطته بحبك ليا، والشيكات دي اكبر دليل على حبك. الحقي دي ناقص تبوسه. بص يا قلب امك، انت تغمض عينك وانا اوصف لك. اقتلهم اقتلهم. بص يا اسراء، احنا مش هنضحك على بعض، لا انت لحقتي تحبيني ولا انا لحقت احبك، اللي بينا مصلحه. اوعدك وعد، بعد الجواز هتموت فيه. في السجن بقى ان شاء الله، وانا محبوس بالشيكات دي. قول حبيبتي وحشتني، وحشتني حبيبه قلبي، حبيبه قلبي. فلوس تري 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 تري، تعالي توتي، تعالي توتي، تجيبك تسيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس دي. يا نهار اسود، هو فارس جاي ياخد الشيكات تاني ولا ايه؟ ايوه يا ربنا يا ربنا، مش ممكن. اسراء. نعم. ايه انت ايه امجد؟ لحيتي حبيبي يجيب بقى حب العزيز والحرنكش؟ يا سلام، مش السيزون بتاعهم يا هانم. ايوه انا عرفت اللي فيها، انت كنت بتبعتيني عشان ما احضرش جوازتك على فارس بيه.
تاني تاني يا امجد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايوه واديني شفتك اهو وفستاني الزفاف. زفاف؟ على فكره عشان تعرف ان انت ظالمني انا لابسه فستان الزفاف ده عشان بجربه عشان يوم زفافنا انا وانت. ابعدي عني كدابه كدابه كدابه. اسراء انا شفتك بنفسي وانت بتاخدوا مني الشيكات. ايوه بتقولي له بتقولي له يا حبيبي انت هتاخد حقنه ولا ايه؟ في ايه يا امجد افهمني انت مش فاهم حاجه. تعالى بس اما اقول لك. لا ايه يا هانم عايزه تبعتيلي ليه تاني؟ ها اجيب لك دقم؟ طب دم عليا بس وانا هقول لك الحكايه. لا تعالى بقى بضعف. شفت بقى انت عارف ايه كمان؟ بتغيري مودي. ايوه تعالى بحكي لك كمان. يا مش كنت تقولي من الاول دايما ظلمني اسراء؟ I love you. يا رب بموت فيها. انت حتة بدلة نحس. يمكن لما كنتش لبستك كانت الجوازة تمت. والله ما عارف مين فينا النحس انا ولا انت. حسيت تكون البنت المجنون رجعت وجابت الشيكات. يا رب تكون هي. عاوزك ضروري. خشي. الحمد لله ان انت لسه ما لبستهاش. هلبسها هلبسها. هو انا عندي بدله غيرها؟ انا ما بتكلمش على البدله، انا بتكلم على العروسه نفسها. لا بقول لك ايه فريده احترمي نفسك. انت يا بنتي بقى مش هتبطلي النفسانه اللي انت فيها دي. انت عارف لولا النفسانه بتاعتي دي انت كان زمانك دلوقتي متسوح ورا الشمس. ما تتجوزي بقى وتخلصيني من ذنبك بقى كده. طب ما تخلينا في ذنبك انت احسن. تعال بص على الفيديو الجميل ده قبل ما تتجوز العروسه الجميله بتاعتك اسراء. اظن بقى هتقولي لي انهم منعوا الجواز ولا هتقتل وانا بتجوز. انت بتتريق. انت فعلا هتموت لو اتجوزتها الليله دي. خطيبها هيقتلك. ايه خطيبها؟ هي مخطوبه؟ ما تيجي نشوف. هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي إيه اسراء؟ ده امجد بالظبط. خطيبها بقاله سنتين وجابها تشتغل هنا وقال لها ما تقولش لحد انها تبعه. من الذين اتاريه؟ اول ما قلت له انا هخطبها قعد يقول لي دي خطيبتي.